التأمل في الأحداث الكونية الكبرى والتفاعل معها سنة نبوية تندرج ضمن واجب التفكر في آيات الله التي سخرها للإنسان ليتعرف على عظمته سبحانه. ومن آياته الكريمة التي تغوص بنا في عميق المعاني: وكل في فلك يسبحون. يخبرنا سبحانه وتعالى أن الشمس والقمر وجميع الكواكب تسبح في مدارات تسمى أفلاكا، والفلك هو القطب الذي تدور به النجوم، أي أن كل جرم سماوي يسبح في فلكه أولا، وهذا الجرم يسبح في فلك الجرم السماوي القائد، بحيث يصبح كلاهما في فلك واحد يسبحون، ومن ثم يسبح جميعهم في فلك أكبر. فالقمر يسبح في فلك الأرض، والأرض وكل الكواكب يسبحون في فلك الشمس، والمجموعة الشمسية ومجموعات الأجرام الأخرى تسبح في فلك المجرة، وكل شيء يتحرك في حركة دائرية كأنها الطواف. الأرض تدور حول الشمس، والشمس تدور حول محورها، والمجرة تدور حول نفسها كأنها عجلة ضخمة. ومن المدهش أن الكروموسومات الموجودة في خلايا كل إنسان تدور حول نفسها، فكأن ما يجري داخل جسم الإنسان يماثل ما يجري في الكون، وفي هذا دلالة على عظمة الخلق وإبداع الخالق. ولأن الحكمة الإلهية جعلت كل شيء يدور وجعلت الدوران مرتبطا بالحياة، فإننا نجد ذلك في أصغر شيء في الوجود وهو الذرة. هذه الذرة المتناهية الصغر التي لا ترى بالعين المجردة، فيها الإلكترون يدور حول النواة كما تدور الأرض حول الشمس، وكما يدور الطائفون حول الكعبة. ومن بديع التركيب اللفظي لقوله تعالى وكل في فلك، هو أن قراءتها من الجانبين من اليمين أو اليسار تؤدي نفس المعنى، وكأن الحروف نظمت على شكل دائري يجسد المعنى. وفي هذا دلالة وإشارة لطيفة إلى المعاد بعد البدء بأشكاله المختلفة من الذرة إلى المجرة وأبعد، وتلك هي الحياة، فيها مبتدأ ومنتهى ومنطلق ومرجع من الله وإليه سبحانه، المبدئ والمعيد، المحيي والمميت، الحي الذي لا يموت. إنا لله وإنا إليه راجعون، نحن منه وإليه، مهما عمرنا نعود.